السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، ونبدأها بأبرز العناوين. اختيار السلطنة رئيسا للجنة خبراء تقييم قائمة ملفات اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. السعودية تستعد لاستضافة أغلى سباق خيول في العالم. ولوحة الموناليزا بمكعبات الروبيك تباع بأكثر من السعر المتوقع في باريس. أهلا بكم. اختارت لجنة خبراء التقييم باليونسكو السلطنة رئيسا للجنة خبراء تقييم قائمة ملفات اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للعام 2020-2021، وذلك تقديرا للدور الذي تقوم به السلطنة في الاتفاقية الدولية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة. وسيترأس السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي لجنة تقييم ملفات الترشيح لجميع قوائم الاتفاقية وصندوق المساعدات الدولية التي تتجاوز مليون دولار، واعتماد كافة الملفات المرفوعة للاتفاقية والمعونات للبرامج في مجال الصون المقدمة من الدول الأعضاء. وتعد السلطنة الدولة الأولى عربيا في عدد الملفات المدرجة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، حيث تمكنت من إدراج 9 عناصر على أهم القوائم الثقافية تصنيفا بالعالم، وتتطلع إلى هذا العام لإدراج ملف الخنجر وسباقات الهجن. أيها المواطنون الأعزاء، إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحق. اكتشاف مواهب الطلبة في مجال الفنون التشكيلية أهم أهداف مبادرة من موهبة أكسب في نسختها الرابعة. الحفل الختامي للمبادرة اشتمل على إقامة معرض تشكيلي من إبداعات الطلبة المشاركين. مبادرة من موهبة أكسب في نسختها الرابعة جاءت هذا العام تحت شعار بصمة في مكان ما لصقل مهارات الطلبة المهتمين في مجالات الفنون التشكيلية بمدارس محافظة ظفار، من خلال إقامة ورش فنية لتنمية قدراتهم الإبداعية في الفن التشكيلي. الحفل الختامي لهذه المبادرة جاء لتكريم الطلبة المشاركين والجهات الداعمة في هذه النسخة والحاصلين على المراكز الأولى. مبادرة من موهبتي أكسب مبادرة رائعة جدا، فكرة رائعة، لأنها تحقق أهداف كثيرة، فهي تنمي قدرات الطلاب المختلفة من الفنون التشكيلية والشعر وغيرها من المواهب المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تغرس فيهم ريادة الأعمال منذ الصغر. أتت هذه المبادرة تحت عنوان بصمة في مكان ما. كان لنا عدة محطات 4 لهذا العام، هدفت طبعا المبادرة إلى صقل وتنمية مهارات الطلبة وبيع عدة لوحات، ذهب نص المبلغ إلى الطالب والنص الآخر إلى جمعية بهجة الأيتام، بهدف تعزيز القيم الأصيلة ذات البعد الإنساني لدى الطلبة. المعرض المصاحب اشتمل على عدة لوحات فنية من إبداعات الطلبة، حملت صور صاحب الجلالة قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. شاركت الصورة اللي قالت سلطان قابوس طيب الله ثراه، واستخدمت أسلوب البوب آرت واللون الأسود والألوان علم عمان، وأشعر بالفخر الكبير للحصول للمركز الرابع في هذه المبادرة، واكتسبت أشياء عديدة وتوسع إدراك الفني والمجتمعي أيضا. شاركت في مبادرة من موهبتي أكسب 4 بلوحة للسلطان قابوس رحمه الله،
واستفدت منها كثيرا في مجالات كثيرة، في يعني طورت موهبتي أكثر، وأتمنى التوفيق للجميع. المبادرة جاءت في نسختها الرابعة لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية. سالم زعبنوت المهري من مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، محافظة ظفار. اختتمت بمحافظة جنوب الشرقية فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إبداعات شبابية على مستوى أندية المحافظة. المسابقة تهدف إلى تطوير مهارات الشباب واستقطاب المجيدين والمبدعين في مختلف الأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم. أكثر من 1950 موهوباً اجتمعوا هنا في مسابقة الأندية للإبداعات الشبابية في نسختها السابعة بمحافظة جنوب الشرقية. إبراز المواهب وتطوير مهارات وقدرات الشباب في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية أحد أهم أهداف هذه المسابقة. استعدادنا في هذه المسابقة كان منذ أشهر، وكانت المنافسة قوية بين المشاركين الحمد لله، واليوم نحن في ختام البرنامج، حيث برزت في هذه النسخة العديد من المواهب في المجالات المسابقة كالإلقاء الشعري وفن الخطابة وفنون المسرح. نتطلع لتطوير هذه المهارات والإمكانيات الموجودة لدى الشباب العماني. استقطبت المسابقة والعديد من المشاركين في مجالات المسابقات العمانية كمسابقة شواهد عمانية ومسابقة عمانيات ومسابقة التعليق الرياضي. أما المسرح وهو ظاهرة فنية قائمة على تجسيد النص الأدبي كان حاضرا في هذه المسابقة. المسابقة هي نمت مواهبي وساعدتني على تقديم الأفضل، واستفدت من ملاحظات لجنة التحكيم، فهي أيضا سقطت من مواهبي وساعدتني في تنمية مهاراتي وقدراتي. مسابقة الأندية الإبداع الشبابي تعمل عبارة عن نهر فكري يعمل على رفد الوطن بالمواهب في شتى المجالات الإبداعية، ولأجل هذا يجب الارتقاء بها دائما وأبدا لما لها من تأثير فعال وإيجابي في صقل قدرات ومهارات الشباب والأجيال الناشئة. وصدح الشعراء بحناجرهم وحروفهم المرصعة في مسابقة الشعر والإلقاء وفن الشلة والخطابة. خلق جيل من الشباب العماني مؤمن بقدراته واع بمسؤولياته كان هدفا أساسيا من هذه المسابقة. محمد بن جمع العريمي من ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية. أخبار ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. زيتير صناعة حرفية متوارثة لدى شعب التبت. أهلا بكم من جديد. تستعد العاصمة السعودية الرياض السبتة لاستضافة أغلى سباق خيول في العالم، حيث سيتنافس المتسابقون على جوائز تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار. السباق الذي سيقام على في مضمار الملك عبد العزيز في الرياض من المتوقع أن يستقطب ما يصل إلى 10,000 متفرج، ويبلغ جائزة المركز الأول 10 ملايين دولار، وتتفوق حصيلة جوائز كأس السعودية على نظيرتها في نسخة عام 2018 من بطولة كأس بيجاسوس العالمي في فلوريدا، والتي بلغت وقتها 16 مليون دولار.
وإلى بريطانيا التي بدأ بها تداول ورقة نقدية جديدة تحمل صورة الرسام الشهير تيرير الذي عاش في القرن 19. بدأ في بريطانيا تداول ورقة نقدية جديدة من فئة 20 جنيها استرليني مزينة بصورة للرسام البريطاني الشهير جي إم دبليو تيرنر الذي عاش في القرن 19. العملة الورقية الجديدة هي الثالثة التي تصنع في بريطانيا من مادة البوليمر شديدة التحمل بدلاً من الورق، وذلك بعد إطلاق ورقتين من فئة 5 جنيهات والعشرة جنيهات في عامي 2016 و2017. وخلال حفل إطلاق الورقة النقدية الجديدة في معرض تيت الفني في لندن، قال محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني إن العملة الورقية الجديدة تحتفي بواحد من أعظم الفنانين الذين قدمتهم بريطانيا على الإطلاق، بل وفي الواقع أحد أعظم الفنانين في العالم. ويشتهر تيرنر بلوحاته التي تصور مناظر بحرية شهيرة، وفي خلفية صورته على العملة تظهر لوحته الشهيرة البارجة تيميرير التي تصور الرحلة الأخيرة لسفينة لعبت دورا رئيسيا في انتصار القوات البحرية البريطانية على فرنسا في معركة الطرف الأغر في عام 1805. لوحة الموناليزا بمكعبات روبيك بيعت بأكثر من 480 ألف يورو في معرض للفن الحديث في باريس، والتي كان من المتوقع أن يصل سعرها إلى 150 ألف يورو. اللوحة صممها فنان شارع الفرنسي أنفيدر في عام 2005 باستخدام 330 من مكعبات روبيك المصنوعة من البلاستيك الخاصة بألعاب الألغاز في عمل فسيفساء لموناليزا وابتسامتها الشهيرة بألوان متوهجة. التبت هم أحد الشعوب الآسيوية وموطنهم الأصلي بمنطقة التبت الواقعة غرب الصين، ويعتبر زيتير المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو النسيج الصوفي الأفضل لديهم، ويعملون على المحافظة عليه وتوارث حرفة صناعته بين الأجيال. بولو هو إحدى الخامات التي يعرف شعب التبت بنسجها ليصنع منها زيتير، وهو النسيج الصوفي الأفضل لدى التبتيين. وقد تم عام 2012 إدراج هذه الصناعة الحرفية على قائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، حيث كانت هذه الحرفة معرضة للاندثار، بعد أن التبتيين تداركوا ذلك وأعادوا الحياة إلى حرفتهم التقليدية. في أحد الصباحات مررت على بعض كبار السن وكانوا يتحدثون عن حرفة زيتير ويقولون إنها اندثرت، فتذكرت والدي وأدوات النسيج التي كانوا يستخدمونها في هذه الحرفة. بعد بحث وجولات ميدانية كثيرة، وجد باسانغ مجموعة من الجدات في 80 و90 من العمر ما زلن يمتهن هذه الحرفة، وفي عام 2008 أنشأ ورشة تضم 7 حرفيين، وبدعم من الحكومة الصينية أصبح اليوم يعمل في الورشة أكثر من 400 حرفي. اهتمام باسانج بحرفة زيتير انطلق من إيمانه بأن مهارات الإنسان هي رأس ماله الأفضل والأضمن، لذلك عاكف على تدريب واحتواء العديد من الشباب ونقل خبراته إليهم ليؤسسوا مشاريعهم الخاصة. يبلغ قيمة الوشاح المصنوع من نسيج زيتير التبتي ما يقارب 75 ريالاً عمانياً، أما قيمة الثوب فقد تبلغ 9 أضعاف قيمة الوشاح التبتي. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. اختيار السلطنة رئيساً للجنة خبراء تقييم قائمة ملفات اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
السعودية تستعد لاستضافة أغلى سباق خيول في العالم. لوحة الموناليزا بمكعبات روبيك تباع بأكثر من السعر المتوقع في باريس. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار ثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.